كاميرا، غير فلتر وزيت، خد كرتون بيض، فلاش، انه اللي سرق لي السياره يرد مقابل مبلغ من المال، لقطه، ثم بكبسه زر برمت الحاله. علي دكتور، علي يا استاذ زياد. انا دكتور كمان. كيف بتداوي هالحزة؟ بقول له دغري على العمليات لشوف، عندي ورقه باسم المستشفى، يعني مستشفى الاحدي طوارئ وكل شيء طبيعي وكتب طبيعي. والصباط شو بيكشف اسرار عن الناس؟ عن نفسيتها.